أنت أساسا شيئان، روح وجسد. لو انفصلت روحك عن جسدك لذهبت إلى عالم الأرواح، لكن ما دام هذه الروح موجودة في جسدك فأنت حي. الكتاب والنبي وأهل البيت يشكلان وحدة واحدة. يعني إذا أخذنا بكتاب الله وبما قاله النبي وما فعله فنحن أحياء، وإلا لسنا أحياء. كما أن الإنسان يتشكل من روح وجسد، وإذا انفصل فليست هنالك حياة، هذا ميت. الفرق بين الميت والحي هو أن روح الحي موجودة فيه وروح ميت منفصلة عنه. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ويكمل النبي يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ما هو القرآن؟ كتاب الله لي، كتاب الله لك، رسالة الله لي، رسالة الله لك. لماذا القرآن؟ لكي يهدي به الناس. ولا شك فيه، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.